مرحبا فيكم أصدقائي جميعا، وأهلا وسهلا فيكم بكورس تعلم لغة سي بلس بلس بالمستوى الثاني. راح نكون معاكم الفيديو الأخير بهاي المحاضرة بشكل خاص وبالسلسلة بشكل عام. ترتيب استدعاءات البوانة والمدمرات. دائما بتفاجئ إنه الطلاب ما بتعرف كيف عم تتنادى الأغراض وكيف عم تتدمر وشو مجالات الرؤية وشو مجالات الاستخدام. كاتب لك أنت يعتمد ترتيب استدعائك للتوابع على ترتيبك للتنفيذ، يعني مين بيتنادى قبل مين، الباني المدمر، شو الفرق بين الجلوبال والاستاتيك، كله هذا بيعتمد على تنفيذك. ايما بفوت على مجال الرؤية وايما بطلع منه. وملاحظة صغيرة، تستدعى المدمرات بترتيب معاكس لاستدعاء البواني. يعني اذا عندك باني رقم 1 وباني رقم 2 وباني رقم 3، بالنسبة للهوادم ما راح يروحوا يتدمروا 1 2 3، لا راح يتدمروا 3 2 1، بعكس استدعاءات البواني. خليني اشرح لك معلومة صغيرة بشكل نظري. عندك أغراض ضمن مجال الرؤية العام الجلوبال، اللي هي بتستدعيها أنت قبل أي تابع أو خارج أي تابع بما فيها المين، تمام؟ كاتب لك الأغراض يلي ضمن هذه المجال البواني تبعيتها تستدعى قبل أي تابع، يعني الباني تبع الغرض العام بتنادى قبل أي تابع، تمام؟ هون عم أذكر لك أنا بالنسبة للبواني والهوادم، بالنسبة لهدول الفئات أي مدى بيتنادى. إذا كان الغرض عندك يا عام، فالباني تبع الغرض العام يتم استدعائه قبل كل شيء. أما الهادم يتم استدعائه بنتي، يعني يتم انت يعني بتنادى الهادم ليدمر الغرض عند تنفيذ المين، بنهاية تنفيذ المين، أو إذا عملت إكزيت للتابع بشكل مفاجئ قبل انتهاء المين. كاتب لك علما انه لا تستدعى، لا يتم استدعائه في حال انتهى البرنامج بواسطة ابورت. ابورت مثل انه تجاهل لكل التعليمات وفصل قصر. فالهادم في كان في حال كان الغرض عام يتم مناداته عند انتهاء تنفيذ المين، الا في حال واحد انت ناديت اكزت قبل انتهاء تنفيذ المين. وحط ملاحظة، الابورت لا يتم مناداته، الهادم لا يتم مناداته في حال ناديت أبورت. الأغراض المحلية الأوتوماتيكية، يعني غرض ضمن تابع ضمن المين، البواني تبعيته وقت اللي بتعرف عن الغرض بيتم استدعائه لهذا الباني، يعني وقت يلي بتنادي بتنادى الباني. والهادم وقت اللي بتغادر الكتلة اللي انت صرحت فيها على الباني، يعني إذا صرحت عن غرض جوا تابع وانتهى هالتابع ناديته بالمين وانتهى تنفيذه بتنادى الهادم تبعه. كاتب لك لا تستدعى في حال انتهى البرنامج بواسطة exit و abort، يعني الأغراض المحلية لا تنادى الهوادم في حال ناديت exit أو abort. عندك الأغراض الاستاتيكية، الباني تبع الغرض الاستاتيكي، واللي ما بيعرف شو الاستاتيكي يرجع على المحاضرات السابقة بالسلسلة الأولى. الأغراض الاستاتيكية وقت يلي بتنشئ غرض على انه ستاتيك، الباني يستدعى لمرة واحدة فقط عندما يصل التنفيذ لمكان مصرح عليه، وقد ما ناديت هذا الغرض ما بيتنادى الباني تبعه الا لمرة واحدة فقط. الهادم وقت اللي بينتهى المين او بتستدعى التابع اكزيت، بينتهى التابع يتم تدمير الغرض الاستاتيكي، وفي حال ناديت الابورت ما بيتم مناداة الباني. فهي مواعيد منادات البواني لمجالات الرؤية العامة والاستاتيكية والمحلية. لناخذ مثال، عملت صف اسمه Create and Destroy، ورحت قلت الباني بياخد انتجر وتشار، والهادم بياخد شيء، وعندي الأوبجيت ID مشان بدي أعطي رقم لهذا الغرض، وعبارة ما أعطيت حجمها 100، ورحت عملته بملف رأسي، قلت if in define وend if. رحت على الباني تبعه، شو قلت؟ قلت بده ياخذ الاوبجكت نمبر باسند اياه لهون، بده ياخذ مسج، بيروح بينسخ المسج لها جوا هاي المسج، بروح بقول له الاوبجكت رقمه كذا، الباني نادى والرساله كذا. بالهادم انت اكيد فيك تعمل جسم للهادم، تقول له اذا الاوبجكت كان بيساوي 1 او كان بيساوي 6 اعمل سلاش ان، خلاف ذلك اعمل فراغ، يعني من باب الترتيب. وروح قل لي انك انت بالغرض رقمه اي دي، وتنادى الباني الهادم وطبع المسج، يعني مثل عم تبين انه الهادم انت ما فيك تنادي بشكل علني، ولكن من خلال هاي عملية
اعاده الصياغه، يعني انت رحت اعطيته جسم للباني، تمام؟ اعطيته جسم وحققته، بس انتبه، ما فيك تعطيه نمط ارجاع، ما فيك تعطيه وسطاء، وما فيك تخليه يرجع قيمه، تمام؟ رحت انت هون صرت تميز، وقت بتنادى الباني عم تنطبع رسالة كونستراكتر رن، تطبع رقم الغرض اللي انت عطيه ورسالة، ونفس الشيء بالنسبة للهذا. رحت عملت نموذج تابع اسمه كرييت، ما بياخذ اي شيء، ورحت ناديت غرض جلوبال، يعني بدي اعمل مجال رؤية جلوبال انا، وسميته فيرست، ورحت ناديت الباني، قلت واحد، وشو المسج؟ جلوبال بيفور مين، يعني انه التابع المتحول والغرض جلوبال قبل المين، تمام؟ فخلينا نمشي على ترتيب التنفيذ ونشوف شو بصير بالطباعة. فنتذكر انه الجلوبال الباني تبعه يتم مناداته قبل كل التوابع ضمنهم المين، وانا عامل هذا النموذج من اجل الكتل المحلي. رحت على المين، طبعت رسالة انه انا هلأ صرت جوا تابع مين وراح بلش تنفيذ، عملت غرض محلي جوا المين. سكند، قلت لوكال اوتوماتيك ان مين، غرض محلي ضمن المين، هلا بدي اعمل غرض ضمن الكرييت، وعملت غرض استاتيكي وسميته ثيرد، اعطيته رقم 3 وقلت له لوكال ستاتيك ان مين، يعني متحول استاتيكي ضمن المين، ورحت ناديت الكرييت، هلا بنشوف شو بتعمل الكرييت. قلت مين فانكشن تابع التنفيذ، يعني هلا بدي اشوف انا بالكرييت وقت بدي انشئ غرض جوا الكرييت راح يكون هو لوكال، يعني لوكال اوتوماتيك بيتنادى الباني وراح يتنادى الهادم، لاني طلعت برا نطاق المكان التصريح اللي هو الباني اللي هو التابع عفوا، وبعدها يتابع التنفيذ، يعني انا عم اتنبأ لكم سلفا شو راح يطلع، اكزكيوت ريسيوم، نروح بانشئ غرض رابع كمان اوتوماتيك ان هو ضمن المين، ورحت اخر شيء قلت انتهيت المين. الغاي انك تعرف انه هون عندك غرضين اوتوماتيك، تمام، ولوكال، بده يتنادى الهوادم بعكس مناداته. بنشوف شو بتعمل الكرييت، بتروح بتقول لك انت صرت بتتابع الكرييت وبلش التنفيذ، رحت عملت متحولين، الخامسي سميته خمسي وقلت له كرييت، ورحت عملت ستاتيك وعطيته قيمة 6 وقلت له انت ستاتيك، ورحت قلت له غرض سابع وانت لوكال اوتوماتيك كرييت، ورحت قلت له تم انتهاء التنفيذ. هلا راح نعرف انه الخمسة والسبعة عند انتهاء التنفيذ راح يتم مناداة الهادم السابع اول شيء، والخامس ثاني شيء، والستاتيك ما راح يتم مناداة الهادم تبعه الا عند انتهاء المين. كم غرض ستاتيك بيكون صار عندي؟ 1 2، هذا الثلاثي قبل الستي، فتنادى البواني، البواني مثل ما انك شايفها بالترتيب الثلاثي والستي، ولكن الهوادم تنادى بعكس ترتيب. فالستاتيك اول شيء بتنادى الهادم تبع الستي، بعدين الهادم تبع الثلاثي، تمام؟ مثل ما شايفين اللي صار، تم بناء غرض جلوبال قبل الدخول الى المين، تمام؟ لانه ان يتم مناداة الباني تبع الغرض العام قبل كل التوابع ضمنهم المين. فتنا على المين وقال لك انت هلأ بالمين فانكشن وبلشت تنفيذ، رحت عملت غرض 2 وهو لوكال، نادى الباني كونستراكتر ران، ورحت انشأت انا، انشأت بس انشاء لوكال ستاتيك المتحول 3، ان الثلاثي والستي هنون ستاتيكيات، تمام؟ وإذا بتذكروا يعني بعد ما تنادت طبعت هاي وطبعت هاي وطبعت هاي، رحت ناديت الكرييت، فبده ينفذ هدول، ولكن أكيد هدول ترتيب تنفيذهم بالمنادات مثل ما شايفين، ولكن بالتهديم رح نشوف شو رح يصير. تم بناء الخمسة، تم بناء الستة، وتم بناء السبعة كما موجود بالتنفيذ. بعطلك أنا تم انتهاء تنفيذ البرنامج. البواني ما بتتنادى بشكل علني وإنما بتنادى بشكل ضمني. شو ترتيب؟ أول شيء ببلش باللوكال، شو ترتيب اللوكال؟ 5 7، الستي إنه يتم مناداة الهادم تبع الستاتيك أيمد عند انتهاء المين، لذلك الستاتيك حتى لو كان ضمن كتلة محلية وتابع ما رح يتنادى، ما رح يتنادى الهادم تبع المتحول الستاتيكي، فتنادى 5 7، تنادى الهوادم بالعكس، 7 آخر شيء. بيقول لك دمرت الغرض رقم 7
ودمرت الغرض رقم 5. بيروح هون بعد ما خلص الكريت بيقول لك بتابع التنفيذ ليكو، بتابع التنفيذ وبيروح بيبني غرض محلي لوكال ضمن المين، مشان يصير عندك غرضين لوكال وغرض ستاتيك. فبيقول لك تم متابعه تنفيذ المين لك مين فانكشن اكزكيوشن ريسيو، تم انشاء غرض الاربعه، تم انتهاء تنفيذ المين. كم غرض محلي عندك؟ الاثنين والاربعه، الاثنين والاربعه ضمن النطاق 2 3 4، هدول 5 6 7 ضمن شو اسمه، ضمن الفانكشن 2 3 و4 ضمن المين. تمام، 2 لوكال و3 ستاتيك وال4 لوكال. فشو بيتم وقت الانتهاء المين؟ قلنا الستاتيك ما بيتنفذ هلا، فبيتم تدمير الاغراض اللوكال ضمن اللوكال الحالي اللي انت فيه اللي هو المين، انت ضمن اللوكال المين هلا، بيعكس منادات البوانه 2 4 بالترتيب مثل ما شايف قدامي، بيتنادى الاربعه اول شيء بعدين 2. الستاتيك كما وردت اول شيء الستي، اول شيء الثلاثي عدين الستي، الثلاثي كان ضمن الكتله مين انحطت بمكان خاص وتجي بعد الستي ضمن الكرييت. بانتهاء تنفيذ الكرييت لا تدمر الستاتيك، لانه ان الاغراض الستاتيك تدمر عند انتهاء المين، فيتم منادات كمان الستاتيك بعكس ترتيب البواني 6 و3. اخر شيء تدمر الاغراض العامه، اذا كان عندك غرضين عاميات 0 و1 كيف بتتنادى الهوادم؟ 1 0. كمان تطبق قاعدة تنادى الهوادم بعكس ترتيب البواني كمان على الجلوبال، ولكن انا هون عامل لك جلوبال 1. يتم انتهاء التنفيذ اخر شيء. هيك بكون رتبت لك انا وفرقت لك بين الاغراض الجلوبال والستاتيك والمحلي كيف يتم مناداتها. بتمنى تركزوا على هذا الموضوع، وهيك بكون خلصنا المحاضره التاسعه وخلصنا السلسله. انا بهذه السلسله ما اعطيت البرمجه غرضيه التوجه، وانما اعطيت مدخل الى من خلال الصف، لاني انا ركزت على البرمجه غرضيه التوجه سلسلة تعلم أساسيات الجافا، فما حبيت عيد الشغلة مرتين، لأني أنا شرحتها كمفاهيم وحققتها بكود جافا. تمام، فالمفاهيم هي نفسها يعني بالجهتين، ولكن بيختلف التحقيق. تمام، بتمنى إذا في أي سؤال تشاركوني فيهم بالفيديو، بتمنى أكون فدتكم بالسلسلتين الأولى والثانية. إذا في أي سؤال تركوني إياهم بالتعليقات، وبتمنى التوفيق ودوام النجاح لكل الطلاب. يعطيكم ألف عافية، وبشوف وجهكم بخير بسلسلة جديدة. سلامات.